السلام عليكم، تعالوا ما نعمل مع بعض ريفيجن بقى على يونت 1 بعد ما خلصنا شرح ذا دايجستيف سيستم الجهاز الهضمي والريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي وازاي نكتب باراجراف كمان على محافظه دمياط ومحافظه اسكندريه. سهلنا الدنيا دي خالص. طيب ازاي نحل بقى امس؟ ازاي نطبق بقى بعد ما ذاكرنا؟ تعالوا مع بعض نحل مع بعض ونشوف كده فهمنا ايه. هنا في السؤال الاولاني بيقول ريد اند بوت ثرو اور فورس، هنحط صح او غلط بقى. نمبر 1 ذا اسوفاجس اللي هو المريء جوز فروم قلت معناها يصل ما بين ذا ماوس الفم تو ذا ستومك للمعده. ترو صح، ايوه المريء بيصل ما بين الفم للمعده. نمبر 2 دي صح. نمبر 2 وي نيد، احنا محتاجين الكربون دايوكسيد، محتاجين ثاني اكسيد الكربون. وين هنا مش معناها متى، هنا معناها عندما. وين وي بريز لما بنيجي نتنفس، احنا محتاجين ثاني اكسيد الكربون، لا احنا محتاجين الاكسجين. هو لما بنيجي نتنفس النفس اللي بيخش فيه اكسجين وفي ثاني اكسيد الكربون، بس احنا محتاجين ايه في جسمنا؟ الاكسجين بس، لكن كربون دايوكسيد بيطلع كزفير، يبقى فولس غلط. نمبر 3 فلاب جاك اللي هو البسكوت ار ميد ويز مصنوع من الاوتس اللي هو الشوفان هاني والعسل اند باتر. ايوه صح، احنا عرفنا الفلاب جاك مصنوع من ايه وعرفنا المقادير بتاعته. نمبر 4 دمياطي بريد از فيري فيموس، انا قلت لك ان الخبز الدمياطي هو اللي مشهور. انا قلت دمياطي تشيز، الجبنه الدمياطي هي اللي كانت مشهوره، عشان كده هقول فولس غلط. طبعا دي كلمات المفروض ان انا اكتب عليها سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. مام رايس ميكس نوز، طبعا بكتب السبيلنج صح. ريد اند كومبليت ويز اند اور بات، هنحط اند او بات. اند معناها و، ودي بربط فيها ما بين جملتين الاثنين متوافقتين، يعني ما فيش فيهم حاجه بتقول لا، وبات يعني لا، لكن يعني واحده فيها تناقض، واحده لا وواحده اه، يعني واحده بحبها وواحده ما بحبهاش، واحد بعمله وواحد ما بعملوش، في تناقض ما بين الجملتين مش ماشيين مع بعض. تعالوا نشوف ازاي. He wanted يعني هو أراد to go to the park، كان عاوز يروح الحديقة، وقال لي it's raining، raining يعني بتمطر، عايز يروح الحديقة والدنيا بتمطر. هنا في توافق ولا تناقض؟ لا في تناقض، ليه؟ أصل هيروح الحديقة زي والدنيا بتمطر، يبقى نستخدم but. ولكن my mother مامتي cooked طبخت رايس الأرز air cleaned the house، نظفت المنزل. هي طبخت الرز ونظفت كمان المنزل، في توافق اهو، عملت حاجه وحاجه كمان، ده حرف عطف اللي هو اند اند، لان مفيش تناقض في جملتين، عملت ده وده. نمبر 3 I went to school، انا ذهبت، went الماضي بتاع go يذهب، went ذهبت. I went to school، انا ذهبت للمدرسه. I met، met دي معناها قابلت، البريزنت بتاعها او المضارع بتاعها meet، meet معناها يقابل. I met my friends يعني انا قابلت اصحابي، انا ذهبت للمدرسه وقابلت كمان اصحابي، في توافق ما بين الجملتين فهستخدم and لان مفيش تناقض خالص. احمد wants to play tennis، احمد عاوز wants يريد ان هو يلعب تنس. He hurt his arm، جرح رجله، ينفع يلعب تنس وهو جرح رجله؟ لا، في كونتراست هنا، في تناقض هنا، عشان كده هستخدم but. لكن هو عاوز يلعب تنس لكن جرح ايه؟ رجله او قدمه، اللي هي نحط but. تمام. طبعا الاسئله اللي هنا بتاع النمبرز دي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه نرتبها. تعالوا بقى نرتب ريارينج ذا فولوينج، ازاي نرتب الكلمات. طبعا عشان اعرف ارتب السؤال ده او احل السؤال ده كويس لازم اقرا الكلمات منفرده الاول. away from smoke stay، وابتدي نمبر 2 ان انا اترجم بالعربي الجمله بالعربي. هقول ايه؟ انا عايزه اقول له ابقى بعيدا عن التدخين، يبقى stay away from smoke، stay away يعني ابتعد from smoke. دي طبعا في الحاجات اللي كنا ازاي بنحافظ على الجهاز التنفسي بتاعنا. نمبر 2 اكسجين، وي ان بادي نيد اور، يبقى احنا دي اكسجين يعني اكسجين، وي يعني نحن، في يعني ان يعني في، بادي يعني جسم، ونيد يعني يحتاج، واور يعني بتاعنا. فهنقول احنا ايه؟ احنا محتاجين الاكسجين في جسمنا. ها وي نيد اكسجين في يعني ان، جسمنا يعني our body، طب لو جسمي بس my body، طب لو جسمك انت your body. تمام، يبقى we need oxygen in our body. number 3 we teeth with chow food with our، we نحن teeth اسنان، chow يعني يمضغ، food يعني طعام، with يعني be، our بتاعنا احنا بنمضغ الطعام باسناننا، احنا بنمضغ الطعام ب اسناننا. يلا we chew food with our teeth، we chew food with our teeth. تمام، with يعني be.
We raise Egypt in chicken do. ها we احنا raise بنربي Egypt يعني مصر in يعني في chickens يعني دجاج ودو يعني هل هل احنا بنربي الدجاج في مصر؟ ها هل دو احنا we لان دو بيجي بعدها subject الفاعل do we وبعدها الverb do we raise هل احنا بنربي chickens الدجاج in Egypt في مصر؟ تمام؟ بعد كده ده كويس سريع كده ده الاسم طبعا ما فيهوش اي حاجه المس بتقول لكم او المستر بيقول لكم الكلمه وانتوا بتعملوا عليها سيركل نمبر 2 read and choose the odd word up الكلمه المختلفه هنا ايه اعمل عليها سيركل على طول milk لبن water ميه water ميلون البطيخ جوس عصير فين الكلمه المختلفه water ميلون ليه يا مس اصل دي فروت يا مس دي فاكهه لكن دول التانيين دول حاجات بشربهم مانجو المانجا onions البصل بانانا الموز ابل التفاح فين المختلفه onions ليه البصل عشان دول كلهم ايه ها fruits فاكهه mouth الفم nose الانف ear الاذن flap jack اللي هو البسكوت فين المختلفه الفم والانف دول في اجزاء parts of the body مش دول اجزاء الجسم لكن flap jack ده باكله ده food تطعام يبقى هو اللي مختلف grow يزرع يا 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 يزرع ده verb ده فعل بيبدا بيها اهو يزرع produce ينتج او ينتج chicken دجاج make يصنع فين المختلفة؟ the verb وده verb وده verb لكن chicken دي دجاجة دي مش verb choose the correct answer ازاي اجاوب او اختار الكلمة الصحيحة تعالوا كده I like to practice basketball I like يعني انا بحب to practice ان انا اتدرب basketball مش عارفة هقول ايه my sister likes to practice basketball too اختي عاوزة تتمرن هي كمان basketball ها في تناقض لا انا عاوزة اتدرب واختي عاوزة تتدرب يبقى نحط ايه and ليه يا مس عشان في توافق الدنيا حنينة خالص معايا اهي دي حابة وانا حابب وكلنا حابين يبقى and لكن لو اختي ما كانتش حابة يعني قال لي my sister doesn't like اختي مش حابة ساعتها استخدم but لاني انا بحب وهي ما بتحبش لكن في السؤال ده احنا الاتنين بنحب يبقى and دي مريحة عشان كله بيحب Number two, what am is are your favorite food? طعامك المفضل. رد عليا وقال لي my favorite food is rice. Is rice. طب ما is جت في الإجابة يبقى عندي في السؤال. What's your favorite food? My favorite food is rice. What's your favorite food? Favorite food ده مفرد عشان كده قلت معاه is اللي هو الverb to be. We have two. We احنا have بنمتلك two A. عندنا اتنين A inside يعني بداخل our bodies جسمنا. احنا عندنا ايه بجسمنا في منه اتنين. Nose or mouth, lungs. عندنا ايه؟ ما حدش عنده اتنين انف. لا ابدا. ولا اتنين فم. لا ابدا. Lungs اللي هي الرئتين. I want to visit احمد. انا عاوزة انا اريد ان انا ازور احمد. I am sick. انا تعبانة. لو انا ازور احمد ازاي وانا تعبانة؟ في تناقض. هروح ازاي وانا تعبانة؟ يبقى نحط بط عشان في تناقض. مش هينفع. طيب اللي بعدها هنا بيقول choose the correct punctuations ازاي اختار علامه الترتيب الصحيحه جايب لي جملتين وانا اختار الصح فين I am Egyptian و I am Egyptian فين الصح هنا انا واحده صح اكيد اللي تحت الجميله دي ليه يا مس هي اولها اه كابيتال وكل حاجه اللي فوق ايوه بس Egyptian ده الناشوناليتي الجنسيه لازم احط اول حرف كابيتال وفي الاخر ما احطليش الفول ستوب لانها جمله بحط في الاخر فول ستوب يبقى اللي تحت دي اللي شاطره وجميله What's your favorite food? ايه طعامك المفضل? What's your favorite food? ايه ده? فين الابوستروف اس اللي قبل الاس? مش حاططها لي هنا. وفين الكويشن مارك علامة استفهام? مش موجودة. يبقى اللي فوق هي دي اللي جميلة وصح. في يونت كمان. يلا بقى نتعب شوية ونخلصه بسرعة. كده علشان نبقى عملنا ريفيشن على كل اليونت. مام. M-O-M. Rice R-I-C-E Mix M-I-X Nose N-O-S-E عندنا فيه هنا بيقول لي listen and complete بيجيب لي كلمات أنا لازم أعرف معناها إيه عشان أكمل الجزء اللي تحت ده زي conversations كده محادثة أو dialogue ميني dialogue صغير كده بيتم ما بين اتنين بيكلموا بعض واحدة اسمها سما وبنت اسمها ليلى بيقولوا لبعض إيه تعال نشوف اللي فوق الأول يعني إيه should يعني يجب Alexandria الإسكندرية وbeaches يعني شواطئ فسما بتقول لها I love أنا بحب نقط Alexandria governorate أنا بحب إيه محافظة ايه هقول محافظه ايه يعني انا اكيد الكسندريه يبقى اي لاف الكسندريه جوفرنوريت طيب ردت ليا قالت لها ميتو وانا كمان ات هاز لوتس اوف بيوتيفول ات هاز يعني هي بتمتلك لوتس يعني كثير من بيوتيفول ايه فيها ايه جميله بيوتيفول بيتشز يعني شواطئ جميله سما ردت عليها وقالت لها اي ثينك انا اعتقد everyone كل شخص if visit a beautiful Alexandria governorate لو انا حافظ الجمله بتاع الباراجراف اللي انا لسه قايلها على طول هعرف اللي هي should يعني كل شخص يجب عليه او ينبغي انه يزور الشواطئ الجميله قوي في محافظه الاسكندريه طيب جايب لي تحت circles the odd word out الكلمه اللي هي مختلفه
onions, grapes, bananas, mangoes. onions عشان دول fruits. لازم اقول لنفسي انا اخترت دي ليه. ما اديتش لنفسك السبب يبقى انت عامل غلط على طول. توميتو طماطمية بوتيتو بطاطساية لانش الغداء ورايس يعني الرز. اللي مختلف اللانش ليه؟ عشان دي ميل وجبة. We have three meals in a day. احنا عندنا ثلاث وجبات في اليوم. breakfast, lunch and dinner. في ناس بتاخد سناكس في النص كده. يبقى هي المختلف عشان التانيين دول ايه؟ حاجات بنزرعها. make يصنع verb. come يأتي verb. look ينظر verb. delicious لذيذ دي adjective دي صفة. يبقى هي المختلفة. milk لبن. banana موز watermelon بطيخ ومانجو اللي هي مانجا. يبقى نختار milk عشان بنشربها لكن التانيين دول فواكه. my heart أو sorry our heart القلب بتاعنا pumps or pulls breezes blood around our body. يعني القلب بتاعنا بيعمل ايه في الدم؟ انا قلت لكم قبل كده ان هو pumps تك 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 بيضخ. pumps blood pumps blood pumps blood بيضخ الدم. I eat rice انا باكل الرز. drink milk بشرب لبن. باكل رز وبشرب لبن. باكل رز و يبقى and وبشرب لبن. تمام مفيش اي تناقض ولا اي حاجه. مريحه ازاي؟ اسوفجس اوزر جاستريك جوس لارج انتستين ريموفز ويست. انا قلت لك ايه اللي ريموفز ويست؟ اللي بتزيل الفضلات. ايه اللي بيزيل الفضلات؟ اللارج انتستين. اللارج انتستين اللي هي الامعاء الغليظه از اراوند ذا سمول انتستين بتبقى موجوده حوالين الامعاء الدقيقه. بتعمل ايه وظيفتها؟ ريموفز ويست بتزيل الفضلات. We chow food احنا بنمضغ الطعام with our teeth طبعا بسنانا. طيب ايه مثل اللي جاي ده؟ جاي ده باسج جميله قوي قطعه كده من ثلاث سطور سهله قوي بقراها وبفهمها قوي 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 مرتين كده ولا حاجه وبعد كده اقرا الاسئله واشوف بتاني في القطعه. يعني هقراها كلها وبعد كده اقرا الاسئله وبعد كده ارجع اجيب من الاسئله الاجابات منها تاني. تعالى نقرا كده. I am منى انا اسمي منى. I am healthy انا بصحه جيده صحتي حلوه قوي. I drink a lot of water every day انا بشرب ميه كتير كل يوم. I also يعني انا ايضا drink milk بشرب لبن every morning كل صباح انا بشرب اللبن كل صباح. I eat vegetables انا باكل خضروات كمان and fruits وفاكهه like mangoes bananas يعني زي المانجا. الفروت زي ايه؟ like كده مش معناها يحب يا جماعه. like كده معناها مثل. انا باكل فاكهه زي المانجوز المانجا البانانز الموز اند بوتيتوز والبطاطس. I don't drink cola انا ابدا 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 ما بشرب كوكا كولا المياه الغازيه دي ابدا لانها unhealthy. I don't eat lots of candies I don't eat يعني ما باكلش candies يعني حلويات كتير. طيب بولي منى isn't ايه ده؟ ده ما قاليش is منى isn't healthy. هي healthy يعني بصحه جيده بس هنا قال لي isn't ده نيجاتيف ده نفهالي. ينفع اقول منى لا تكون ولا هي is؟ هي بتكون بصحة جيدة يبقى دي غلط. ليه يا مس ده في هيلسي فوق اهي وانا اول ما الاقي هيلسي اقوم عامله صح وخلاص؟ مش لازم افهم الجملة. منى isn't healthy يعني منى لا تكون بصحة جيدة. فولس غلط. ليه؟ اصل هي is healthy. لو قال لي is healthy اقوله صح. منى drinks a lot of water every day بتشرب مية كتير كل يوم. ايوه صح اهي لسه قايلها من شوية. What does منى drink every morning؟ لازم اترجم السؤال واشوف هو عاوز ايه بالظبط. ها what يعني ماذا؟ does ما بترجمهاش. منى ماذا منى drink بتشرب every morning كل يوم الصبح بتشرب ايه كل يوم الصبح؟ تعالى نقرا تاني القطعه كده او الجزء بتاعها. يا ترى كانت بتشرب ايه كل يوم الصبح؟ كل يوم الصبح هي دي every day كل يوم. لا انا مش عايزه بتاعت كل يوم انا عايزه تشرب كل يوم الصبح ايه؟ milk. milk يبقى اقولها زي بقى؟ ها اقول اي ولا اقول شي بقى؟ شي هي لان مش انا هو انا منى. شي drinks milk every morning دي الاجابه. شي drinks milk every morning. What kinds? What kinds معناها ما أنواع. What kinds of fruit does منى eat؟ إيه أنواع الفاكهة اللي منى بتاكلها؟ منى بتاكل فاكهة إيه؟ لسه قايلة من شوية mangoes, bananas and potatoes. طبعًا إحنا نكتب على الفواكه اللي موجودة فقط. Rearrange يلا نرتب milk لبن drink يشرب eat ياكل fruit فاكهة I أنا and we. أنا باكل فاكهة وبشرب لبن أو أنا بشرب لبن وباكل فاكهه. يلا I eat fruit يعني انا باكل فاكهه and drink milk وبشرب ايه؟ لبن. ينفع اقول I eat milk انا باكل اللبن؟ يا عم ما ينفعش خالص. favorite your what's your food what's لسه قايلها من شويه ما طعامك المفضل. السؤال ده مهم. what's your favorite food what's your favorite food اللي بعدها repeat فاكرين البريفكس ده re بحطها قبل الفيرب معناها بيعيد عمل الحاجه تاني. he repainted يعني هو اعاد هان his room يعني اوضته كانت مدهونه وكل حاجه وزي الفل دهنها تاني. he repainted his room the heart و blood و pumps و body و around زي هنا من السؤال ده بقى القلب بيضخ الدم
حوالين جسمنا. The heart pumps blood around the body. سهلة قوي. دمياط جفرنوريت محافظة دمياط بيقول لي اكتب عليها باراجراف. اوعى تخاف بقى، انا في فيديو قبلها دلوقتي شرحت فيه ازاي نكتب عن محافظة دمياط، وكده يونت 1 اتهضم تماما وما فيهوش اي حاجة، شرح وحل وباراجرافات. اعتقد كده مفيش بعد كده بقى. ادعوا لي دعوة حلوة بقى، اللي عجبوا الفيديو ان شاء الله اعمل لي لايك عشان افهم واعرف ان انتوا فهمتوا كل حاجة. بالتوفيق ان شاء الله.